صباح الخير. النهاردة عندي ليكوا فيديو عملي جدا. الوصفات اللي انا شاركها معاكم النهاردة من الحاجات اللي انا تقريبا بعملها مرة في الاسبوع. عارفين انتوا في الوجبات بتاعت اليوتيوب اللي هي بتاخد مجهود شوية والواحد يقعد يزين فيها ويعمل تقديم وحركات وحاجات، وفي الوجبات العملية اللي بيعملها باستمرار الهيلثي اللي فيها كمية خضار كتير. يعني المشترك ما بين الوصفات اللي انا عايز اشاركها معاكم النهاردة ان فيها كمية خضار كتير وبستخدم فيها الخضار الموجود عندي في الثلاجة، وفي نفس الوقت هم من الوجبات اللي انا بعملها لما بكون ما عنديش طاقة اعمل حاجة تاخد وقت كتير. عارفين الايام اللي انتوا عايزين تاكلوا فيها حاجة كويسة صحية من غير ما تطلبوا اكل من بره، بس مش عايزين تقضوا وقت طويل في المطبخ، تعملوا حاجة من الحاجات اللي انا هقول لكم عليها دي. فيعني بتتشيك كل البوكسز، هيلثي، سريعة، سهلة، مليانة خضار، مش محتاجة اي مجهود، وكده بعملها من غير ما افكر. تعالوا نبدأ الاول بوجبة فطار بحب اعملها كل فترة، وهي الفرتاتا. الفرتاتا بالايطالي هي تقريبا العجة، الاتنين متشابهين جدا، وان كانت العجة هي اللي بيكون فيها شوية اعشاب اكتر، بنبقى مقطعين فيها اعشاب خضراء اكتر وبيبقى طالع لونها اخضر قوي كده، فدي اقرب للفرتاتا الايطالية. انتوا عارفين ان البيض من الحاجات اللي احنا دايما بنفطر بيها، فدايما بحب اغير في الطرق اللي انا بطبخه بيها، والوصفة دي في منتهى المرونة لان هي بيز ثابت كده هقول لكم عليه، وبعدين تقدروا تخلطوا معايا كل مرة انواع مختلفة من الخضار على حسب اللي موجود في التلاجة. تطلع طعمها لذيذ جدا، وعلى فكره هي من الحاجات اللي ممكن تعملوها في صينيه كبيره، تعملوها في بايركس، تعملوها في صينيه مدوره زي بتاعه الكيك، تقسموها كب كيكس او في صينيه المافنز وتشيلوها في الثلاجه او في الفريزر وتطلعوا منها تاخدوها معاكم في اللانش بوكس وانتوا رايحين الجامعه او المدرسه او الشغل. وصفه بجد عمليه وسهله جدا وهتعملوها كتير. ايه البيز بتاعنا الاساس اللي احنا نقدر نضيف عليه تشكيله الخضار؟ هنحتاج 6 بيضات. 6 بيضات بيعملوا صينية عجة أو فرتاتا حجمها 25 سنتي، فعشان تبقوا ماشيينهم مع بعض بالتساوي، لكل 6 بيضات بحط ربع كوباية من الحليب. تقدروا تستخدموا الحليب العادي، تقدروا تستخدموا حليب نباتي لو مش عايزين تستخدموا، لو لاكتوز انتولرنت أو عايزين تستخدموا حاجة غير الحليب العادي زي حليب اللوز والبديل بتاعته تقدروا تستخدموها، وتقدروا حتى تستخدموا كريمة لو عايزينها تبقى ريتش أكتر وكريمية كده، ممكن تخلطوا كمان شوية كريمة بتديلها طعم حلو جدا. وعلى فكره الوصفه دي كمان تمشي كيتو خصوصا لو استخدمتوا كريمه او حليب لوز. المهم من السائل تحطوا ربع كوبايه، هتحطوا كمان ملح وفلفل اسود كميه كويسه، هترشه ملح كويسه كده وشويه فلفل اسود، يفضل يكون لسه مطحون فريش. ده كده الاساس اللي بيدي النسب المظبوطه، وبعدين هنزود عليه بقى الخضار اللي احنا عايزينه. اللي حابب ان هو يحط شويه اعشاب مجففه اكتر، يعني ممكن تحط شويه اوريجانو وشويه ريحان، ممكن تزودوا اي توابل زياده انتوا حابين تحطوها. انا كمان بحب ساعات احط عليها توم، ساعات بحطه وساعات ما بحطوش، بس ممكن تحطوا فص توم تفرموه عليها، انا هحطه في الاخر، نسيت احطه في الاول. بعد كده بروح على التلاجة واشوف ايه الخضار اللي موجود. شوفوا انا طلعت اللي موجود عندي في التلاجة زي ما هو كده، يعني كتير بنقعد في بالذات الوصفات التصوير نطلع الخضار اللي شكله بيرفكت ومترتب زي ما انتم شايفين، مطلع حاجات عشان احاول انقذها من انها تترمي، عشان يعني مش عايزين نويست كل الاكل ده، فبحاول استخدم اللي موجود عندي. كان عندي نصاص فلفل كده كنت مستخدمة النص التاني في وصفة تانية، فهقطع دول وهستخدم شوية بروكلي صغيرين، وممكن تحطوا اي اعشاب انتوا عايزينها، بقدونس، كزبرة اللي انتوا بتحبوه، وكل مرة بغير على حسب الموجود. يعني المرة دي نحط حاجات زي دي، ممكن مرة تانية احط مشروم لو كان عندي مشروم، ممكن احط اسبرجس وبسلة لو هي في الربيع وعايزة كان ربيعي كده شوية، احط بسلة من اللي هي مسكرة، احط اسبرجس، ممكن احط جزر. فبقطع الخضار حتت صغيره كده واخلطها مع البيض. انا هنا قطعت الفلفل وقطعت البروكلي كمان حتت صغيره على قد ما قدرت. دي كميه الخضار اللي انا هستخدمها وهكتفي بيها. في ناس تحب تقعد تطبخ الخضار، يعني تحط شويه زيت زيتون وتشوح البصل او الفلفل، البروكلي او ايا كان الخضار اللي هم مستخدمينه الاول، تسويها الاول وبعدين تخلطها مع البيض. بصراحه انا بعملها بطريقه اللي هي على السريع كده، كله ني يتحط على البيض ويتخلط على طول، وبيطلع سواها حلو، مش طريه قوي اختفت ملامحها، بس بتبقى طريه ومستويه وكله متناغم مع بعض. فاذا كنا ممكن نختصر خطوه يبقى ليه لا. على الخضار ده هحط شويه زيتون اساسي بيبقى طعمه حلو قوي معاه، انا بحب احط زيتون وفي نفس الوقت هيلثي فاتس، وهحط كمان شويه جبنه فيتا. ضفت الخضار وقطعت الزيتون حتت كده متوسطه بالسكينه، وهحط كمان شويه هفتفت شويه من الجبنه الفيتا كده معاها، كنت احطه جبنه قريش تخليها نسبه بروتين فيها كويسه، ممكن تحطوا جبنه موتزاريلا لو عايزين فيها مطه موتزاريلا بقى او تشيدر او اي حاجه من الاجبان اللي بتسيح. لو عندك كمان طماطم مجففه بيبقى طعمها حلو قوي هنا، انا ما كانش عندي فاستخدمت الموجود، وحطيت فص ثوم اللي قلت لكم عليه في الاول، ونقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض.
في ناس بتحب تحط على الحاجات دي شوية بيكنج باودر يخليها تنتفخ. انا بحس القوام بتاعها بيبقى حلو من غير بيكنج باودر، ما بتطلعش زي الكيك، بتطلع كريمية كده وطرية لسه. فيعني الاثنين انا عملتها بالطريقتين قبل كده والاثنين اوكي. هاخد صينيه زي ما قلت لكم قاسها 25 26 سنتي، وهرش فيها شويه ده زيت زيتون، رشيتها بس عشان ما تلزقش او نمسحها. هصب الخليط ده كله جواها وهدخلها على فرن متسخن 180 مئويه، الرفل في النص لحد ما تتنفخ وتستوي، ونحس ان في النص ما بقاش في اي حاجه بتتهز كده، يعني استوت كلها والخضار البيت ماسك هو والخضار، يبقى خلاص كده استوت. ما تبالغوش في طبخ الوصفه دي بالذات علشان بيبقى قوامها وطعمها وحش جدا لما بتنشف وبتبقى زي البطاط كده. بتاعتي اخدت حوالي 20 ل 25 دقيقه، ابداوا بصوا عليها شوفوها تماسكت ولا لا. وبس كده بطلعها سيبها تبرد شويه، ممكن نزين الوش او ما نزينهوش، لو حابين رش على الوش شويه جبنه بارميزان او شويه بقدونس، او تقطع وتقدم زي ما هي كده. انا بالنسبه لي بحب اكلها من غير عيش، يعني انا باكل منها يعني اللي يشبعني بس زي ما هي كده بالشوكة بس بيض وخضار، وبتبقى مشبعة وجميلة جدا. ممكن كمان تزودوا فيها قطع بطاطس صغيرة لو عايزينها تبقى فيها كاربس مشبعة اكتر، او ممكن تاكلوها مع عيش. تحط شوية مخلل، تزودوا من اي صوص بتحبوه معاها، ممكن حتى تاكلوها حتى مع صلصة حارة. وبس كده، دي الوصفة الاولى. غيروا وجربوا فيها ميكس الخضار مع الحاجات الاضافات اللي انتوا بتحبوها لحد ما توصلوا للتركيبه اللي عجباكم. نيجي بقى على وصفه غدا بتعملها دايما ايه الكسلانه اللي ملهاش مزاج تعمل حاجه، تاخد اي خضار وفي نفس الوقت مش عايزه تطلب اكل من بره وعايزه تاكل حاجه صحيه بس على السريع. خضار وفراخ، اسهل ما يكون بعمل لهم نفس التتبيله نفس الخلطه كل حاجه، بيترموا في كده في صينيه واحده ويدخل الفرن ونطلعهم نتغدى بيهم حاجه كده، يعني مفيش ما بفكرش فيها كتير. وبرده كل مره بغير تشكيله الخضار على حسب الموجود، هستخدم بقيه البروكلي هاي اللي احنا عملنا منها البيض الصبح، وهزود كمان شويه الخضار اللي كان موجود عندي. عندي حبه بطاطا واحده وعندي بطاطس، شويه جزر، بصل وقرنبيط او زهر. هقشر الحاجات اللي محتاجه تتقشر وهنقطعهم كلهم مكعبات كبيره كده تشانكس. البصل بيبقى طعمه حلو قوي، ما تفوتوش البصل في الاكله دي، انا بحس ألذ حاجه على الصينيه بتبقى البصل لانه بيتكرمل كده وبيبقى طعمه حلو جدا. ممكن كمان تحطوا فلفل، تحطوا اي نوع خضار انتوا عايزين. قطعت كل حاجه على كبير وحطهم كلهم في طبق واحد او في الصينيه على طول عشان نتبلهم. البطاطا والبطاطس من النشويات الكويسه طول ما احنا مش هنقليهم في الزيت، يعني بحس ان الناس بتخاف او بتتجنب كتير من الكاربس لمجرد التجنب وخلاص، بس السويت بوتيتو بالذات من اكتر النشويات الصحيه اللي ممكن تاكلوها. اما تحط عليها على ميكس الخضار ده رشه زيت زيتون وشويه توابل وشويه اضافات ويتشوي في الفرن، بيبقى طعمهم لذيذ وصحي ومشبعين جدا جدا. الجزر كمان بيبقى حلو قوي لما بيدخل الفرن ويتقطع كده مكعبات ويتشوي في الفرن وتلاقي طعمه المسكر باين كده ومكرمل، بيبقى لذيذ جدا. خلصت تقطيع الخضار كله وزودت كمان البصل، حطيت تقريبا نص بصلايه كبيره او واحده صغيره. هعمل شويه توابل على جنب، تشكيله التوابل زي ما انتوا حابينها. انا حطيت اوريجانو، حطيت ريحان مجفف، بابريكا وشويه شطه او تشيلي فليكس، بودره ثوم او تستخدموا ثوم فريش، كان فص كده من ثوم فريش، وحطيت ميكس توابل ده كان عندي كان ايه ادوبه، اي خليط التوابل انتوا بتحبوه تقدروا تستخدموه. خلطت كل حاجه مع بعض وهرش شويه منهم على الخضار، شويه كويسين كده على الخضار، وهسيب شويه كمان للفراخ اللي احنا هنعملها دلوقتي، طبعا مع رشه زيت زيتون كويسه وشويه ملح وفلفل اسود، ونقلب كل حاجه مع بعض لحد ما التوابل تتوزع على الخضار كله، وكده الخضار بتاعنا جاهز. الفراخ بقى انا مستخدمه فراخ مخليه وراك او صدور اللي انتوا عايزينه، ومتقطعه قطع كبيره كده متماشيه مع الخضار. حطيت لها كمان رشه زيت زيتون، ملح وفلفل اسود، ونفس خليط البهارات اللي انتوا عاملينها في الاول. طب ليه ما خلطناش كل حاجه مع بعض وعملناها؟ ممكن تعملوا كده عادي، بس انا بحب اعمل فراخ على جنب عشان اوزعها على الوش، عشان لما اجي احمر في الاخر لما بعد ما بيستوي بفتح الفرن من فوق واسيب الفراخ اللي تتحمر شويه كده. اكبر صينيه عندكم بقى وفرشوا عليها كل الخضار اللي احنا قطعناه ده، ونرمي قطع الفراخ على الوش، وبدخلها على فرن يكون درجه حرارته عاليه، بحب الفرن يكون متسخن درجه حراره 200 مئويه او 250 كمان لو ينفع في الفرن بتاعكم. الخضار بيتشوي كويس، بالذات البطاطا والبطاطس بقت طريه والجزر لما دخل فيهم الشوكه بقوا طراي، وقبل اخر شويه دقايق بفتح البرويلر من فوق علشان كل حاجه تاخد تحميره كده شويه. وبس،
وبس. ما هيش اكتر اكله فانسي في الدنيا، وما هيش اكتر حاجه معقده في الدنيا، بس من الحاجات اللي ممكن تعملوا لها كمان ميل بريب، يعني تعملوا كميه وتقسموها كده في تابر وير او في علب في الثلاجه، علشان لو مش عايزين تبوظوا النظام الغذائي بتاعكم وتطلعوا حاجه صحيه تاكلوها على السريع، تطلعوا ده تسخنوه. طبعا ما بيعرفش يطبخ يعرف ياكل نفسه حاجه صحيه كويس. تقدموها جنب اي صوص بتحبوه. انا هوريكم ابسط حاجه ممكن اعملها، اللي هو لو فعلا مليش مزاج ان انا اعمل اي صوص معقد، بحط شويه زبادي او لبنه او ساور كريم، غالبا زبادي او لبنه، وبحط عليهم عصره ليمون كبيره، يعني تقريبا ليمونه كامله، وبحط ملح وفلفل اسود، ممكن فص ثوم وبس. بيبقى وايت صوص كده زي صوص زبادي خفيف قوي، تصبوه على الاكل او تقدموا طبق صغير جنب الاكل تغمسوا فيه قطع الخضار وقطع الفراخ، يديلها طعم حلو وبس كده بالهنا والشفا. الطبق ده بيتكرر في بيتنا كتير جدا باشكال مختلفه، ودي كانت الافكار اللي انا كنت عايز اشاركها معاكم النهارده. ما هياش وصفات محدده قوي اكتر من ان هي افكار لاكلات تعملوها، علشان ما تحسوش ان الاكل الصحي صعب. الحاجات دي فعلا ما بتاخدش اي مجهود ولا مواد معينه بكميات معينه، حاجات كده تتخلط على السريع وفي نفس الوقت لذيذه وصحيه واغلبها خضار، فتدخل الخضار بطريقه لذيذه وتخلينا نحبه. بالهنا والشفا مقدمه لكل اللي هيجربها، واشوفكم تاني على خير قريب، وباي باي.